والتفاصيل الدقيقة لعمل الديك الرومي. بنتسيل طول السنة الديك الرومي بيتعمل ازاي. طبعا الديك الرومي ده في المناسبات، مع بداية عام جديد احنا بنعمل الديك الرومي في مناسبة فرح، مناسبة زواج، مناسبات حلوة، ويا رب يكتر من مناسباتنا الحلوة وافراحنا الحلوة. انا بشرح لك النهاردة تعملي الديك الرومي ازاي. يمكن الوقت معانا ما بيسعفناش ان احنا طبعا نبدأ من الاول خالص، ولكن واجب عليا ان انا اختصر الموضوع بالتفاصيل. الديك الرومي بتشتريه حسب عدد افراد الاسره، ده وزنه تقريبا عامل 8 كيلو. هناخد الديك الرومي ده يتغسل بميه ساقعه من الحنفيه عاديه خالص. اوعي تغسلي الديك الرومي بميه سخنه، حذاري تغسلي الديك الرومي بميه سخنه. بتغسليه بميه بشويه دي وشويه ملح، نضفتيه من جوه زي الفل. مقاديره على الشاشه والتفاصيل مع الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها وتعني المليون كلمه على شاشه القناه الاولى. معانا الديك الرومي، معانا الكرفس، معانا الجنزبيل الفريش، ومعانا كمان الكستناء اللي هي ابو فروه، عسل نحل، قرفه ناعمه، الفلفل الاسود، معانا شويه رز حلوين هنعملهم بالخلطه، البصل والثوم اساسي. تعالوا نعمل التتبيله بتاعه الديك الرومي. انا عملتها قبل كده وبمسك الديك الرومي من بره ومن جوه بعمل له مساج كده واتينه بالخلطه الحلوه الجميله، وما تكتفوش خليه زي ما هو كده، زي ما انت شارياه زي ما هو كده. اه معانا اهو. هبدا دلوقتي اضيف له البوكيه جارنيه بتاعه اللي هو الخضار من البصل والكرفس، كوسة ماشي، بتنجان ماشي، اللي موجود عندك، لأن أنا عايز شوية شوربة حلوين. شوية الشوربة دولت هناخد منهم نعمل الرز. شوية الشوربة دولت بتخليهم عندك بتعملوا الصوص بتاعه اللي هو بيسمى في الآخر الديميجلاس بتاع الديك الرومي. اه ده مهم جدا على فكرة. اه لا زي ما هو كده زي الفل، معاه التوم بالشكل ده كده. اه حلو قوي، هنخليه زي ما هو كده يا عم الشيف، وندخله الفرن معانا وتحشيه من جوه كده عشان ما يهبطش منك. ده عايز له الطايم قد ايه يا عم الشيف؟ القاعده بتاعه تسويه الديك الرومي لو وزنه 5 كيلو نزلي 2 على طول من وزن الديك الرومي، ولو وزنه 5 كيلو عايز له بالظبط كده 3 ساعات في الفرن. 3 ساعات في الفرن لازم يتعمل بالتكنيك العالي. ياخد الوش الحلو ده كده وبنغطيه طبعا بورقه زبده وورقه فويل. اه واحنا مع بعض واحده واحده، ادي ورقه الزبده، ما ينفعش تغطيه بورقه فويل على طول. لا يا غالي الكستناه مش هتتحط دلوقتي خالص، مخرجنا بيقول لي الكستناه مش هتتحط معاه جوه. لا الكستناه دي لها شغل تاني خالص دلوقتي. كده احنا غطينا الديك الرومي كويس كده، بننزل عليه بالورقه الفويل اهو. اتعلمت ازاي يا ست الكل يا امي يا خالتي تتعملي الديك الرومي ازاي في المناسبات الحلوه؟ ربنا يكتر من مناسباتك ان شاء الله. اهو تبلناه، عملنا له مساج من العسل والقرفه، شويه ثوم مطحونين ناعمين، البهارات بتاعتك ملح وفلفل وقرفه ناعمه، دي بتشيل الزفاره اذا كان في زفاره. وبنغطيه كويس ونقول له بهدوء يستوي في الفرن. اه ويتقفل كويس جدا، لان موضوع البخار اللي بيطلع منه وقفلته الكويسه دي هي اللي بتساعد على تسويته بسرعه. اه اه مهم جدا على فكره، عشان انا مش هزود له ميه تاني ولا هفتح عليه تاني غير مع حضراتكم بعد التسويه. اه زي ما هو كده. اه تعالوا ندخله مع بعض الفرن. فين مكانه في الفرن بقى؟ اه حلو قوي تمام. نفتح الفرن. درجة حرارة الفرن عندك هنا 180، لازم طبعا درجة الفرن تكون عالية علشان تغلي والنار تتواصل مع بعضه. فكرة تانية لو انت مستعجلة ومعكيش وقت بتحطيه على عين البوتاجاز تخليه المية تغلي والكرك ويبكبك مع بعضه وبعدين تدخليه الفرن. دي اختصارات لعملية التسوية. طبعا احنا عدينا المرحلة دي لان احنا بدأنا بيه وهو في الفرن، هندخله الفرن مع بعض دلوقتي. اه زي ما هو كده. يلا يا غالي حلوة نبص عليه النظرة الحلوة. هو ده الديك الروم اهو، ده طبعا شفناه من البدايه خالص. هنقفل عليه الفرن ونشوف اللي بعده. حلو قوي. معانا شويه الرز اللي هنعملهم مع الديك الروم عشان نبدا ان احنا نغرفه، يا اما مع رز يا اما مع مكرونه يا اما مع فريك يا اما مع شعريه، زي ما انت عايزه. انك انت تقدمي الديك الرومي مع رز او مكرونه او مع شعريه ده الاختيار بتاعك، ولكن يفضل يتعمل رز بالخلط. هنعمله مع بعض دلوقتي حالا. طاسة على النار او حل على النار اهو، وفرصه النهارده معانا ديك رومي. خلونا نشوف ازاي بيتعمل بالتفاصيل. وانا انصحك بحاجه حلوه للامانه، يعني
مش لازم تجيب الديك الرومي كله. ايه المشكله لو جبت صدر الديك الرومي؟ ايه المشكله لو جبت فخده من الديك الرومي وعملتها وكده عملت الديك الرومي؟ انت لو عملت الديك الرومي سليم انت هتاكل منه غير الفخده والصدر؟ حلو الكلام، هينوبك حته من الفخده والصدر بتاعه. فتجيبي صدر او فخده حلوه واعمليها وتبقى كده اختصرت الموضوع. مش لازم اروح اجيب ديك رومي ثمنه الشيء الفلاني. طاسه على النار بنحط فيها شويه رز حلو، شويه بصل حلوين ناعمين كده، فص ثوم محترم، وبنحمرهم كده بالشكل ده كده تحميره حلوه يا عم الشيف. الحاجه دي نخليها كده جنبنا. وعند الرز ببدا اتبل البصله بالبهارات الحلوه اللي هي عباره عن فلفل اسود، بهاراتك بقى مع الرز، بابريكا، شويه كركم حلوين، ممكن تقدميه مع اللحمه المفرومه زي ما انت عايزه، كبد وكلاوي زي ما انت عايزه. كده انا تبلت البصله اللي هي اهم حاجه في الموضوع مع معلقه الزيت، التقليبه الحلوه دي كده اتعلمنا من الشيف المغازي اضافه مكعب من الزبده لسرعه احمرار البصله وكرملتها. يبقى الزبده اتعلمنا ان الزبده بتسرع عمليه الكرمله بتاعه البصله وبتخليها تحمر معاك بسرعه وتاخد لون. هو ده الكلام، زي الفل. كل ده هيبقى في طعم الرز. معانا رز مصري غسلناه مره واثنين وثلاثه بالشكل ده كده، بدات الزبده تسيح وتحمر لي البصله والتومه اهو. شفت البصل لونها اتغير ازاي؟ معايا هنا على الحله، في الحله بتاعتي ده كل يوم معايا، سواء انا اعمل ديك رومي او فخده ضاني، حله فيها بوكيه جارديه من الجزر والكرفس والبصل. دي حله الخير، صديقتي وحبيبتي موجوده معايا بستفيد بيها. يبقى الاكل بتاعي مكسبات الطعم بتاعته من بين اصابع ايدي العشره. البصلايه خدت لونها اهي زي الفل. نشوف تفاصيل البصله. فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين، وكل فريق العمل اللي بهنيه بالعام الجديد اهو. شايفين الكلام ده اهو زي الفل. اخد الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده نسقطه على البصله وندوره معاها كده. طبعا انا بطني بطيخه صيفي لان في ميه بتغلى على النار، مش اي ميه، بوكيه جرنيه. واقلب كده. هتعملي شويه رز تاكلي صوابعك وراهم اهو. اللهم صل على النبي اهو. عندك كبد وقوانص حطيهم، عندك لحمه مفرومه حطيها زي ما انت عايزه، بس انا شخصيا احب الرز كده طالما فيه ديك رومي اهو. شفت الرز لونه اتغير ازاي؟ خد لون، ما حطيتش معجون طماطم. البهارات هي سر تلوين الرز، اذا كان الفلفل او الكركم او البابريكا. واتاكد ان الرز اتقلم مع كل الخلطه، البصله والتومه بالشكل ده كده. النار بتاعتنا شديده زي الفل. ناخد عيار الرز بتاعنا من الميه اهو بالشكل ده كده زي الفل. تمام، نشيل دي كده. اللهم صل على النبي. ولازم تنظمي وقتك في الفرن. انا اول حاجه بدات بيها بيسالوني الديك الرومي، هو في الفرن هنا وانا واقفه في المطبخ بعمل الايه؟ الرز. ببدا احط الميه بتاعتي كده. الله. حبيت الرز تاخد وقتها في السوى. واهالينا واجدادنا وابهاتنا كل الناس الطيبين قالوا لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي في العاده الطيبه. نقلبه حلو قوي بس زي الفل. نعم والله انت ابن حلال معايا في التفاصيل. قال لي ما حطيتش ملح يا شيف. شفت بقى المخرج الشاطر متابع معايا ازاي؟ انا يهمني انك انت متابع. بدا الرز يظبط، اظبط عيار الملح بتاعي بالشكل ده كده. ودايما يا اختي يا امي يا ست الكل خلي الملح بتاعك بالسالب، وخاصه لو بتعملوا رز. علاجه سهل، عندك شويه خضار حاملاهم حلوين، صينيه بطاطس، يخنه الكوسه، يخنه بسله، الديك الرومي اللي معانا، اكيد تقدري تزودي الملح في حاجه والملح بتاعه مظبوط، فده بيناسب ده او ده بيعوض ده. انما الرز لو ملحه زياده هنعالجه ومفيش اي مشكله، بس خلاص بتروح زهوته. علاجه ازاي يا عم الشيف؟ يا اما بتحطي بطاطسايه
تكمل سواها مع الرز وتمتص الملح اللي موجود في الرز، يا اما انك انت بتزوديه شويه ميه سخنين بمكعب زبده، ده اختياري يعني، دي تفاصيل. يا اما تحط عليه ميه وتصفيه في مصفى وترجعي له النار تاني، بيبقى فيه شويه كعبله كده بس مش لطيفه. انت في ايدك العنوان اهو، تظبط الملح دايما بالسالب. حلو الكلام كده، الرز خالص هنغطيه ونسيبه مع بعض كده. وحبيبنا المخرج استاذنه ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. اه اغطي الرز ولا ما غطوش؟ بص على الحلاوه القرن خلاص اخليه اسمع كلامك. طيب للتفاصيل الصغيره الرز خلاص اهو زي الفل، ما خدش وقت في السوى. ليه يا شيف؟ حبيت الرز انا غسلها، وبعد ما اتغسل سيبناها على جنب كده تتحضر. وانصحك لما تيجي تعمل الرز اوعي وحذاري تخلي فيه ميه، للشيفين من الميه. نغطي الرز كده ونخليه على جنب ونبدا نشتغل في صلصه الكستناء. تتعمل ازاي؟ هو ده الكلام بقى. هد الرز على الميه، النار على الرز. اه تمام. الكستناء اللي هي ابو فروه بنتسيل. نعملها ازاي؟ طبعا لو مفيش ديك رومي وعايزها في ايام الشتاء، جوزك شاف الكستناء عند الراجل الفكهاني جاب كيلو جاب نص كيلو، الصوره الحلوه دي يا شباب نجيبها. الكستناء معانا اهيت، هنشتريها من عند الراجل بتاع الخضار، هي موجوده عند الفكهاني، سعرها في متناول الجميع مش غالي قوي على فكره. بتتعمل ازاي؟ نشرح ان هي بتتعمل ازاي وده مهم جدا. بتجيبيها بسكينه صغيره كده وتفتحي فيها فتحه صغيره بالسكينه. حلو، اهي معانا السكينه اهيت. اشرح ازاي بتتعمل الكستناء، ده المهم، ده اللي احنا عايزين نعرفه منك يا عم الشيف. ونجيب ورقه زبده زي دي كده، نحطها في صينيه زي دي كده. دي طريقه عمل الكستناء. لو انت عايزه تعمليها بالليل كده واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى في سهره حلوه، ونقزقزها زي عين الجمل زي الفستق اهو، صينيه فيها ورقه زبده، بناخدها كده ونيجي هنا كده اهو، لانك لو سبتها زي ما هي هتبوظ لك الفرن وهتفرقع في قلب الفرن. اه فتحدي مهمه جدا. اه اذا انا عايز اعمل الكستناء بالليل، دي طبعا مشهوره ببعض الدول بيعملوها في الشارع زي البطاطا المشويه بالشكل ده كده، سكينه او شوكه. ودايما بقول لك الاكسسوارات الصغيره دي مهمه جدا. نعم ست الكل، بالشكل ده كده اهو، الفتحه دي مهمه جدا اهو، التفاصيل دي كده اهي اهو. حلو قوي، بنسيبها دي ما تتسواش على عين البوتاجاز خالص، دي تتسوى في الفرن افضل، لان دي من جواها لحم لطيف وجميل. دي طبعا متفتحه، الساده المشاهدين بس نشوف ده كده يا شباب، دي قبل ودي بعد، لان انا فتحتها وهي نيه كده. المفروض ان هي يعني لو في وقت معانا بتستوي وهي زي ما هي كده، واخد اللحم بتاعها واكسره بايدي الهون واعمله صلصه زي صلصه الشركسيه. الشركسيه بتتعمل ازاي؟ بحليب وتوست او بقصبات، وبتكسر عين الجمل في قلبيها مع التوست، ونقدم صلصه الشركسيه مع الديك الشركسي. انا عايز اعرف بس الفكره جت منين. فانا استبدلت عين الجمل اللي هو الجوز بالكستناء. موضوع بسيط خالص، كل ما تكوني في المطبخ واثقه من نفسك وفاهمه المطبخ يعني ايه، يعني مفاتيح السعاده والبهجه، انت عايز تعملي حاجه جديده لجوزك، مش عايز تعملي صلصه الشركسيه اللي احنا عارفينها اللي الشيف المغازي علمنا عليها، عباره عن عين جمل او جوز مع توست وحليب، وبتغلى على النار وناخد من شوربه الديك الشركسي ونزودها ونقدمها مع الرز الابيض والدجاج. النهارده خدت عين الجمل سوري الكستناء بالشكل ده كده. حلو اهي، بس انا فرصه طيب هي موجوده معايا ان احنا بنعملها دلوقتي على الهواء اهي زي، وتحطها في الفرن بتاخد وقتها في السوى. ده بالنسبه للكستناء لو احنا عايزين نعملها. حلو الكلام. اه هنخلي دول كده، لو انت عايزه تشويها مع كوبايه الشاي اللي بنعناع فنجان قهوه تبقى دي السهره ايه زي الفل. دي الكستناء بتاعتنا، تعالوا نشتغل مع دي مع بعض دلوقتي. الكستناء دي اللي معانا اهي هنشتغل فيها. هنشتغل فيها ازاي؟ اه طاسه على النار زي دي كده، نركن دي كده على جنب وناخد الطاسه دي كده ونحطها، بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد السكينه ونجيب الكستناء كده اهي، شفت ازاي من جوه اهي، نكسرها كده ممكن في الكبه، اعتبرها عين جمل، اتعاملي معاها على ان هي عين جمل طالما اتقشرت بين ايدك كده اهي، هي كده زي عين الجمل بالظبط. اه تستخدميها في كل انواع المكسرات بقى اهي، تتحمص وتقدميها
مع رز، مع رز بالخلطه زي ما انت عايز. اه طبعا دي صعبه شويه، لو انا حطيتها في الكبه ممكن تكسر لي السكينه بتاعه الكبه، لان هي قاسيه شويه غير عين الجمل على فكره، عشان برضو ايه ما تدعيش عليا لو حطيتها في الكبه كسرت منك. اه الحاجات دي لازم نعرفها. اه مش السكينه كده، بنعمها وعند الطاسه بتسخن، معلقه زيت مع مكعب زبده، بحمصها وبعمل الصلصه بتاعتي بواسطه معلقه دقيق زي الفل، ونبدا ان احنا ايه يا عم الشيف نقدمها مع الديك الرومي بتاعنا اللي انا في الفاصل شلت ورق الزبده من عليه وشلت ورقه الفويل، وهو دلوقتي في الفرن زي الفل مسلم امره وبيستوي زي الفل. اه نفتح عليه ونشوفه وانا شغال في الكستناء، نبص عليه بصه حلوه. اه بص لي على الديك الرومي الجميل الحلو اللي في الفرن ده كده تمام. هتقول لي استوى؟ يعني للامانه ما استواش جامد، انا ما بكدبش. حلو الكلام، المصداقيه والشفافيه ده دورنا على شاشه القناه الاولى دايما، ولكن انا بشرح لحضرتك يتعمل ازاي بس عشان ده يستوي عايز وقت كبير مع بعض. يا نعم يا فندم. اه الشكل ده كده نقفل الفرن زي الفل تمام. يلا يا غالي مع السلامه. حلو قوي. اه حمصت كده الكستانيه بتاعتنا الجميله في الطاسه مع مكعب زبده، دول كفايه كفايه. اه حلو قوي. اه انا عاملهم كده بالسكينه بالشكل ده كده اهو. دي جميله على فكره لما تتحمص بتبقى لطيفه وحلوه اهو. طيب انا اخدها زي ما هي كده وعندي الطاسه على النار بتاعتي زي الفل، بحط مكعب من الزبده مع معلقه زيت لطيفه. حلو قوي. في طاسه شديده الحراره. حلو. ومعايا معلقه دقيق حلوه هستعين بيها، مكعب الزبده معانا زي الفل، وانزل بالكستانيه اللي انا كسرتها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، العب. اه دي الكستانيه. اه هنشوف نعملها مع بعض ازاي. نقلب كده تتحمص معايا زيها زي المكسرات اهي. مكعب زبده كمان لان الزبده هنا لها دور، بعمل صلصه لطيفه اهو وهي بتتحمر كده، استنى عليها تتحمر شويه. او اعمل ايه بقى، اللطافه والشياكه احط دول كده عشان نزين الديك الرومي بتاعنا بيها اهو، واحمص كده. اه دي الكستناء، نشيل دي من هنا. الله اهو صلصه الكستناء للديك الرومي وحقوق الطبع لدينا وبس، زيها زي عين الجمل. اه دي تتخزن يا شيف مغازي، تتخزن، تجيبيها تقشريها زي ما انا هعملها كده من غير ما تحمصيها، تجيب الكستانيه تقشريها بسكينه صغيره وتطلعيها زي ما هي كده وتشيلها في الديب فريزر، خزنيها بقى عندك. اه استخدميها بقى في حاجات كتيره قوي. اه معلقه دقيق صغيره كمان دي ونقلب. اه حلو قوي. معلقه عسل. الله العب العب. هو ده العسل والديك الرومي، يجي على ايامنا عسل يا رب في سنه جديده 2023. هو ده بوكي جرني معانا زي الفل. اه يا ويلي. هو ده العب 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 بس خلاص ونقلب. ايه ده، فين على فين ده يا شيف؟ ده هنزين بيه الديك الرومي، ده هينزل على وش الديك الرومي، ده هينزل على جسم الديك الرومي، ده هنستقبل بيه الديك الرومي. اه بهاراتك هنا ملح وفلفل، قليل من الملح والفلفل. آه. والفلفل بتاعنا مش اي فلفل، فلفل مجروش. ليه مجروش؟ عشان تبقى الارتست بتاعه عالي. انا شميت ريحته اهوت مع البخار اللي طالع من قلب الطاسه. كستناه مع طعم الفلفل الاسود. آه. الله، حتى المصور معايا كمان شم الريحه الحلوه. حلو قوي محلاوي. نحط يا عم الشيف سنه بابريكا صغيره. اه يا ويلي. اه ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه
نبدا نغرف بقى الديك الرومي بتاعنا. اه نشيل كل حاجه من هنا ونجهز السجاده الحمراء للديك الرومي، السرفيز اللي هنغرفه فيه. اه معلقه دبس الرمان معايا. شفت التفاصيل دي؟ التفاصيل دي عندنا اهو 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 هو ده بس خلاص. السرفيز الحلو ده كده. تعالى يا غالي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شويه زبيب. الله يديك الصحه يا رب ويطول في عمرك. حلو الكلام؟ نشيل كل ده من هنا بقى. الله عليك يا عم الشيف. والرز بتاعنا اخباره ايه؟ نبص على الحلاوه. ايه الحلاوه؟ اهو شويه رز زي ما قال الكتاب. فيهم طعم البصله والبهارات والبوكيه الجردي بتاعنا. اللهم صل على النبي. استوى الرز، هتدوق وتشوف يعني. انا اقول لك حاجه اهو، ايه الحلاوه دي اهو. اللهم صل على النبي. ممكن الرز ده يبقى فريك، ممكن الرز ده يبقى شعريه، ممكن الرز ده يبقى برغل زي ما انت عايزه. اه ممكن تكون مكرونه سباكيت مع الديك الرومي، اختياري بقى. بس هي الفكره كلها ان احنا بنقدم له كده ايه، قاعده حلوه اه عشان يقعد عليها. اه يستاهل. حلو قوي. طلع الديك الرومي من الفرن، سمي بسم الله. يلا تعالى يا غالي. يا طيب يا طيب القلب. اه بسم الله. استوى برضو. انا واضح ده عايز شويه في التسويه. اللهم صل على النبي. معايا صلصة الشركسية. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اه البوكيه جرديه بتاع الديك الرومي نزل في الكستناء. هو ده هو ده هو ده بس خلاص. نشيل ده كده ونقفل الفرن بتاعنا. اللهم صل على النبي. وناخد الديك الرومي الحلو ده كده. حلو. ناخد الشوكة دي حلوة. تعالي. اللهم صل على النبي. يلا معايا، يلا معايا الطيب ده. على فين؟ على فين؟ قل لي ولا تخبيش يا زين. ايش تقول الديك الرومي؟ هو ده. الف هنا وشفا للي ياكل. عجبك كده شكله؟ ايه رايك فيه كده؟ هو ده. ناخد الخضار الحلو ده كده. معايا الصلصه اللي بتغلى على النار الجميله اللي فيها طعم الديك الرومي. شايفين القوام ده؟ اه 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 لسه بدري. اه ناخد الخضار ده كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ قدمت الديك الرومي. الطبيعي بتجيب السكينه كده وتقطعي الصدر بتاعه، بس طبعا ده لسه ما كملش سوا. هتنك صادق لغايه امتى يا شيف؟ وصريح كده لغايه يوم الدين ان شاء الله. انا بقول الحقيقه عشان نبقى واضحين مع بعض، ده لسه ما استواش. طب لما ما استواش بتطلعه ليه يا عم الشيف؟ عشان الوقت بيحكمني وبسمع كلام الكبير. معانا وقت كذا يبقى لازم اخلص الحلقه، بس الفكره بوصلها لحضرتك. ازاي تعملي ديك رومي؟ ايه الفرق انك انت هتسيبيه في الفرن كمان ساعتين زمن؟ اه. حلو قوي. ننزل بصلصه الشركسيه زي الفل. اه. ناخد الشركسيه. الله. اللي هي بالكستناء. اه. يلا يا غالي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه. تناغم. مايسترو. كستناه. اه غرقناه. عايم في الكستناه. كله بالخير ارضنا. الديك الرومي ده تربيه ايديا وحياه عينيا. اه موصى عليه بقالي كتير. اه اه كستناه اهي. شفت الجو ده كده؟ اه زي الفل. الف هنا وشفا للي ياكل منك يا حبيبنا. لا شكله يملى السفره، شكله شخصيه برضه. ايه رايكم نعمل الفتوش بتاعتنا؟ يلا. السفره لا تكتمل وشخصيتها في طبق السلطه ايا كان. نعمين يا فندم. اه حاضر زي الفل.